خشعت الأصوات للرحمن يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات اسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه وقد خاب من حمل ظلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون